وركلة البداية، إمكانية تسديدة في اتجاه المرمى، جول لروما، لا زالت خطيرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وإنصري يلعب كورة، يا إلهي هدف. شوف سرعتها، قوتها، دقتها، روعتها، كرة مذهلة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. كرة طولية في يلعب كرة لوب جميلة، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. تسديدة من أول لمسة، هذه ضربة رأسية، لمسة بينية، ويلعب كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. ها جول روما، الله، عودة للتقدم من جديد. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد، تمريرة جميلة، مرت الكرة، لا فرصة للتسديد، ينجح في تمريرها إلى سبينيتزولا، يحاول تمريرها من بين المدافعين، ديبالا، في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. نيمانيا ماتيتش، استأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. راكيتيتش يعدي إلى لاميلا، يبحث عن زميله، انصري، اللاعب في المنطقة الأمامية، تمريرة قوية أكثر من اللازم، لعبة في منتهى الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل، تساهلوا في الضغط عليه، تستحق العقاب منك. خطيرة جدا، لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. راكيتيتش، إيسكو، قراءة ممتازة من الدفاع، نصيري يرتكب مخالفة واضحة جدا، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاهدناه اليوم، أداء كبير جدا من الفريق، من المجموعة، من المدرب، المشجعين الحاضرين، أعتقد أنهم كانوا في سعادة كبيرة بهذا العرض.